وللحديث عن استمرار خروج التظاهرات في العراق ودلالاتها وإصرار المتظاهرين على مواصلة حراكهم رغم القمع والعنف والدعاوى الكيدية، معنا من الناصرية محمد الخياط الناشط في التظاهرات. أهلا بك سيد محمد. يعني بداية، ماذا يعني للسلطات الحكومية تواصل خروج التظاهرات رغم كل محاولات الأحزاب والميليشيات لخنق هذا الحراك؟ تفضل سيد محمد. اهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقه تظاهرات الناصريه في التشعب باستمرار ولم تنقطع في يوم ما، سواء كان المطالب العامه في ساحه الحقوق او المطالب الفرعيه امام مديريات التربيه وامام الحقول النقديه وغيرها وغيرها. لا اعتقد في يوم ما بان في يوم يمر على الناصريه وعلى محافظه بيقار عموما ولم تكن هناك اكثر من تظاهره، وليست تظاهره واحده، واخر تظاهره عامه كانت لنا يوم الجمعه في ساحه الحبوبي للمطالبه بالقصاص من القتله ومن الفاسدين ومن ورفع الدعاوى الكيديه على العديد من المتظاهرين، واليوم ايضا كان لدينا مجموعه من المتظاهرين امام مجلس قضاء الاعلى بتهم كيديه وتم اطلاق سلاحهم بعد ضغط جماهيري من قبل تظاهراتنا المستمره. لذلك التظاهرات لم تنقطع، والتظاهرات في اتساع، والتظاهرات تعم عموم المحافظه، ليس في الناصريه، ليس في مركز المدينه فقط، وليس في ساحه الحبوب فقط، وانما التظاهرات اتسعت لتشمل كل مناطق المحافظه، سواء كانت منها الشماليه او الجنوبيه، كل مناطق المحافظه الان هي في تظاهرات مستمره، هناك حقيقه. والسبب حتى نكون يعني امام مشاهديكم الكامل لتوصل الصوره كامله لكل المشاهدين، التظاهرات بسبب هيمنه هذه الاحزاب. حينما نرى بان الاحزاب تسيطر او تهيمن على دوائر الدوله والمواطن البسيط يبحث عن خاصه في بعد رفع سعر الدولار وهذا الغلاء الفاحش في الاسعار. الحقيقه المواطن يشعر بان هذه الاسراق الاحزاب عفوا جاءت لسرقه كل شيء. لم تسرق شيء للمواطن البسيط هنا في محافظه بيقار، بالاضافه الى هذا نسمع بان هناك المليارات تصب على المحافظه ولم نرى منها شيئا، لا على مستوى الخدمات ولا على مستوى تحسن معيشه المواطن البسيط. لذلك هو كلام واضح وصحيح من هنا من الناصريه بان التظاهرات الناصريه مستمره طالما هذه الاحزاب يعني جاثمه على صدور ابناء المحافظه والعراقيين. المحافظه هي بيقار جزء من العراق، وهذه الاحزاب التي سيد محمد ان كنت تسمعني، ترافق خروج هذه التظاهرات المطلبيه الى جانب تظاهرات تشرين، هذا الترافق وهذا التزامن الى اي مدى يؤكد باعتقادك فشل السلطات الحكوميه على كافه الاصعده بالايفاء بوعودها، لا سيما الوعود المطلبيه؟ اخي العزيز، نحن حقيقه يعني الحكومه هي جاءت نتاج هذه الاحزاب، وهذه الاحزاب هي بؤره الفساد، كما كان كذلك المحافظات بؤره الفساد التي يحاول البعض اعادتها لنا من جديد، هي نفس الحكومات المحليه سواء كانت هنا في الناصريه او في المحافظات الاخرى. لذلك نحن نقول بان الاساس المشكله الحقيقه هي بقيادات هذه الكتل والاحزاب. نحن نستمع جيدا، كانت يوم امس هناك جلسه للبرلمان وهناك نثار التلجيقي ونثار الصدري وما اعرف منه، كلهم هم بالاساس شركاء بعد 2003 في عمليه الفساد الموجوده وهذا الدوائر والخراب الموجود في محافظه. لذلك نحن نعول على قدراتنا، نعول على حبنا لشعبنا، نعول على استمراريتنا، نعول على ضغطنا من اجل، وهذا هو هدفنا الحقيقي. نحن كمتظاهرين، لا تسمح لي، لا يسمح وقتكم وقت برنامجكم وقتكم يعني حقيقه يعني حتى اوصل الصوره كامله. نحن لا ننتظر ولا نتامل خيرا من هذه، جربناها ولن نتامل منها خيرا. لذلك نحن نعول على ازدياد الوعي الجماهيري والشعبي من اجل الوحده الوطنيه واسقاط هذه المنظومه الفاسده. اما من يريد او يذهب للمشاركه مع الكتل والاحزاب فهذا شانه ولا علاقه له ولا احد يوترنا ابدا. وهذه نظرا لمحدوديه الوقت سيد محمد، دعنا نستثمر وجودك معنا واطرح عليك المزيد من الاسئله، يعني الى سؤال جديد. كيف تقرؤون انتم كناشطين الدعاوى والأحكام الصادرة بحقكم وحق العديد من المتظاهرين التي وصلت لحد الإعدام؟ كيف تعلق على ذلك؟
الحقيقه يعني انا ايضا واحد من الناس اللي تعرضت للعديد من الدعاوى القيديه، وتحدثت ايضا في القنوات وفي قناتكم الكريمه قبل فتره ايضا تحدثت في هذا الموضوع. الحقيقه هذا يعني هذا هو تمادي السلطه، وهذا يعني بان الاصوات الحره والاصوات الوطنيه غير مسموح لها، وهذه الديمقراطيه المزيفه التي يرفعون شعارها في كل مكان من خلال هؤلاء الساسه الاغلبيه منهم ايديهم ملطخه بدماء شبابنا وبدماء العراقيين في كل مكان. نقول لهم ونقول ايضا بان هذه الدعاوى العفو القيديه، وهناك ايضا تقوم بالاعدام على بعض المتظاهرين، ولدينا ايضا تظاهره عامه في عموم محافظات العراق. الحقيقي على خلال الايام خلال هذين اليومين القادمين سيكون فيها تظاهره عامه مطالبه بمراجعه هذه الاحكام الجزائيه المشدده او احكام الاعدام التي قالت اربع من المتظاهرين في قضاء العزيزيه في محافظه واشر. بالاضافه الى الدعاوى الكيديه المرفوعه والهجين اليوم احد المتظاهرين ايضا تم اصدار عليه امر قبض حقه. نحن نقول لهم ونقول بخط الواضح هذه الامور تقومون بها لن تركبنا ولن تخيبنا ولن يستطيع في يوم ما ان يقضوا الا اللهم في حاله القضاء على الشعب العراقي بالكامل. الى سؤال الاخير الاقليه ونحن الاغلبيه الذي يدعي الاغلبيه الحقيقه لا يمتلك الاغلبيه، نحن الاغلبيه الذين ارتدينا بارواحنا من اجل اسقاط هذه المنظومه. نعم، الان الى اي مدى ساهم، ان كنت تسمعني سيد محمد الخياط وانت الناشط في التظاهرات، الى اي مدى ساهم تمسك المتظاهرين بالسلميه واهداف الحراك ككل؟ الى اي مدى ساهم بدعم الشارع العراقي للتظاهرات باعتقادك؟ الحقيقه نحن عندما خرجنا لشارع العراق في عام 2011 كنا يعني نعاد على اصابع اليد الواحده، يعني كنا نتجاوز يعني 10 او 15 شخص. الان نرى هذه الجموع الغفيره، وانتم شاهدتم قبل ايام التظاهرات التي عمت عموما محافظه العراقيه ومنها محافظه بيقار. الحقيقه بحكم كل ما يزداد الظلم وكل ما يزداد القتل وكل ما يزداد القمع ايضا يزداد التمرد على هذا النظام. نحن نقول انت يعني وهذا كلامنا ايضا موجه للحكومه وللكتل والاحزاب وللميليشيات وللجميع، وقولوا حذرهم كل ما يتمادون او يتمادون في غيهم او في قتلهم او في محاربه الاصوات الوطنيه الحره، نحن نزداد قوه وعنفوان واصرار على مواجهه هذه الشخصيات الغاشمه لكوننا نحن الهم البلد. لذلك نرى هذا التعاطف ونرى هذا الجماهير. حينما اقول لك شيئا ولمشاهديكم الكرام، حينما يتعرض مواطن كما تعرض قبل فتره الاخ الدكتور برغام عندما اعتدى عليه جماعه من احد النائبات على التيار السني، هب العراق باكمله، كانت تظاهرات علنا في كل العراق. نكتفي بهذا القدر، وضحت الفكره. هذه الرساله يجب ان تتبع هذه الرساله. وضحت الفكره، شكرا جزيلا لك على اي حال. ارجو ان تكون قد استمعت الي الناشط محمد الخياط الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الهاتف من الناصريه، شكرا جزيلا لك.